تست تست. هذا هو شكله. رول رول ولا ساندويتش. حلقة اليوم يا جماعة حلقة مختلفة، حنروح للمطاعم ونسوي شيء اسمه لايف هاكس، يعني تهكير المطاعم. حلو. أشياء الناس تسويها، اختراعات الناس تسويها، يعني مثلا تطلب قهوة تحط معها ايس كريم، ما أدري ايش يطلع لك طعم مرة غريب لازم تجربه. حلو. بس أنا ما حنسوي قهوة ايس كريم، بس هذا الترند يعني كان. هذا مثال من الأمثلة. حنروح لأول مطعم ماكدونالدز عشان فيه لايف هاكس كثير هناك ممكن نسويها. صح. ممكن سلسلة جديدة هذه تصير. طبعا سلسلة طبعًا. اللايف هاكس يعني in the car. ما حنقدر نروح كل المكان دحين. ايوه صح. عره مره بس يبغى ملح. اللايف هاك الاول، تطلبوا بطاطس بدون ملح وتطلبوا ملح خارجي، علشان دائما البطاطس في العاده يحضروها، وممكن تاخذوا البطاطس ما تكون حاره كفايه وما تكون مقرمشه، فعلشان تضمن انها تكون حاره وجديده اطلبوها بدون ملح، فيعملوا لكم طلب جديد. حط امير بطاطس جوا، حط ملح، حط واحد ثاني. ممكن الكيس الثاني كان المفروض نحطه. شوف كيف نحطه في ملح. طيب كل حبة فيها بان فيها الملح من بعيد. وش فيه؟ طيب ملح زيادة. طيب لا أجرب يلا. صراحة الملح زيادة يا عمير. أوه. أوكي أسمع. تحضر الملاح. بس هل تستاهل إنك تسوي الحركة هذه؟ كم مطار كبير ولا؟ أي والله أول ما أخذناه. والله فرق. أي أيوة أيوة والله أول ما أخذناه. أول ما أخذته يعني إذا أكلتها وأنت في الدرايف ثرو، يعني لو لفيت لفة لفتين. كأ أنا الصراحة دائما حطلوبه بدون ملح، وححط ملح، ححط باك واحد. إيه. والله فكرة الصراحة عجبتني. ويطلع لك حار. تنسى. حار. أقول لك أنا أول لقمة لسان. والله حار وفريش الصراحة، فكرة مرة حلوة. الهاك الثاني إيش هو؟ حلو. تقدر تطلب يا جماعة أي ساندويش من ساندويشات ماكدونالدز. بس بدل البن اللي هو العيش الخبز تطلبوا ستيمد بن، خبز بخار. يلا. هم يستخدموه مع ساندويش السمك، ولكن تقدروا تطلبوه مع اي ساندويش. شايفين الفرق؟ حق امير مره طري، وهذا تحسوه لا كذا يعني اكسر، واضح انه طري. انا عجبني. حتى انا عجبني. رهيب والله. والله من جد لايف هاك كذا، المضغه حقته غير فلافي اكثر. غير ايوه غير تماما. ايه والله في فرق، والله في فرق كبير. تعرف يا جماعه بس تقولوا ستيمد بن يعني الخبز المبخر. نروح للهاك اللي بعده. الهاك الثالث من ماكدونالدز، كيف تعملوا بيج ماك بارخص سعر. ايش تسوي؟ تطلب 2 تشيز برجر وتشيلوا المسترد وتشيلوا الكاتشب وتضيفوا خس وتضيفوا بيج ماك صوص. حلو حلو. نسوي زي كده. اوه شوف، حاطين خس وحاطين بيج ماك صوص. وهذه حركات ما يعرفوها الصغار. هو هذا البيج ماك. ايش البيج ماك؟ التوينتيز ما يعرفوه. انا ما اكل بيج ماك صراحه. وليد 2000 ما يعرف الحركات. يا حبيبي انا ماني 2000، تسعينات. شوفوا بيج ماك بارخص التكاليف. وهذا بيج ماك الغلابه. والله يا جماعه شوف صار كانه بيج ماك من جد. في فرق واحد بس، البن ما فيها سمسم. اه صح يا عمي، ما نبغى سمسم. شوفوا هذا هو شكله، والله من جد كانه بيج ماك الصراحه. صح وشكل بيج ماك والله، وخس بيج ماك صوص. ايش باقي؟ خلاص ما باقي شيء، باقي سمسم فقط، هو الفرق الوحيد سمسم. كم وفرنا؟ هذا عندك البيج ماك العادي سعره 23 ريال الحين. أمانة أول ما دقت مو كأنه بيج ماك بالضبط. والله طعم بيج ماك. والله يا جماعة أول ما دقت طعم بيج ماك من جد. صح. لايف هاك جامد. إيش هذا؟ والله زبطناكم يعني ترى في الحلقة دي. والله الصراحة مرة الثلاثة مرة جيدين، الثلاثة الهاكات رهيبة. لايف هاك شيفشينكو. حط فيه بطاطس كله يلا. شيفشينكو لايف هاك. يلا بسم الله. عشان لا نرمي العيش، تجيب بطاطس فيها زيادة 200 جرام ملح، تحطها كذا عشان تكسر الملوحة. تبغى نزود لك ملح؟ في. وتجيب الكاتشب عشان الملوحة الزايدة. هذا احلى ساندويتش كارب ممكن تسويه من ماكدونالدز. طب بالله يا مان التقييم، قول لنا رايك فيه. دوب والله حلو. العيش حق ماكدونالدز لذيذ الصراحه، يعني مو هو سيء. اذا حتسوي لايف هاك هذا اعمله لايف هاك شيفشينكو مره واحده عشان تحفظوا النعمه. صح. نروح الان لفين؟ KFC. علب صغيرة، تتوقعوا ليش؟ ايش حتسوي يا جماعة لما تروحوا KFC؟ تطلبوا شريحة دجاج اللي هي الزنجر او الزنجر الفيليه. حلو؟ ايوه. وتطلبوا حبتين وفي النص تحطوا جبنة وتركي، بس دحين مقطوع منه من التركي ولسه ما جاء فما قدرنا نسوي الحركة هذه، خليني اوريك. يعني من الاخر تطلبوا مايتي زنجر بدون عيش وخلاص. ايوه ساندويتش من غير عيش. شوفوا كيف شكله.
يعني جوه جبنه وكل حاجه بس بدون خبز. يلا دحين حجرب وحقول لكم رايي بكل صراحه. والله عجبني. مش الفكره المجنونه دي يا امير؟ والله يا جماعه انه مره عجبني. طبعا طالبين سبايسي احنا. هذا حق الوحوش ترى، ما في كارب. عارف كارب قليل، في كارب قليل. نحط كاتشب شويه عليه. نجرب كاتشب. بس هو عشان يديك الطلب لازم تقول له مايتي زنجر. مايتي زنجر بدون خبز. حيقول لك ايش؟ قول له مايتي زنجر بدون خبز. حيقول لك ايش؟ حيسألك ثلاث اربع مرات الين ما يشكك. خليك مصمم انت. أيوة. رايك ها؟ قول له مايتي زنجر ما ابغى عيش. حيقول لك حاضر. ممتاز جدا. هي الصراحه عجبني انا كمان. بس احس كان يا اخي يبغالنا نجيب توم. يبغى له صوص كذا يتغمس فيه. ايوه تعرف انت يعني كي اف سي ضروري البطاطس حقتهم. طلع لازم الصراحة نجيب شو اسمه ده؟ طاولة؟ أمير طالب الكثير من الرانش صوص. صح. هذا يا حبيبي تشيكن وينجز. تطلبوا تشيكن وينج. هو تيجي سبايسي. طالب تطلبوا تشيكن وينجز أيوه وبعدين؟ نبغى نخليها ستيكي تشيكن وينجز. تاخذوا الصوص اللي أنتوا تبغوه. أيوه. طبعا احنا كنا نبغى بي بي كيو لأنه أصولها باربيكيو. يعني يقصد باربيكيو. فأخذنا بدالها رانش. جوا صوص هذا كله كبكبه. أيوه. وبعدين خطخط. لا نسوي حركة الملح. الله يسعدكم. في خطخطة دحين لسه وما أدري. الصراحة شكلها. نجوا كيف؟ طلع من البوكس. هذا هو الشكل النهائي. شوفوا كيف الشكل. ما احس لايف هاك رهيب، يعني احس نفس التغميس لذيذ. لا شوف انا احس اللي حيفرق هو الصوص، ما توفق الصوص. صح. بس الحركه احسها بنت لذينه، لو كان باربيكيو الصوص مره رهيبه، بس عشان ترى طعم الرانش اللي انت مو مره متقبله. احس مستوى المتعه كذا اكثر. لاني قاعد اغمس وافك الوينج. لا باكل على طول يا اخي. نروح المكان اللي بعده. يلا خلاص يا بزر كأنك تحكني. المكان اللي بعده البيت. 30 ريال صوصات. أما 30؟ لا بالتأكيد أغلى من المسحب نفسه. 27 ريال. فين الباقي؟ هذه وجبة مسحب حاطين عليها عيد سعيد. طبعا جبنا مسحب عادي عشان أمير. صوص صلصة المسحب، صلصة الكوكتيل وكول سلو. متأكدين يا شباب من الهرة دي؟ أول شيء نقص الدجاج ولا إيش؟ والله من جد. هذاك عبدوش اللي قصص. إيه أول شيء حنسويه حناخذ الكول سلو مع البطاطس. إيه سوي توزيع شوية. أبشر. كده التوزيع تمام؟ لا عادي أكل كل سلو. هذا هو الشكل النهائي. يلا نشوف هل اللايف هاك هذا مفيد ولا ما هو مفيد. يلا نشوف. بسم الله. نفس المبدا انا احس انه اقدر اغمس كل شيء في كل شيء، بس يمكن كل شيء في كل شيء كله في لقمه واحده. بس ما اخذ بطاطس. ما اخذ بطاطس. اللقمه متكامله. بسم الله. صراحه لذيذ. عجبني. الكول سلو كاسر النكهه حقت التوم والدجاج. ايوه طابي مو علبة كاملة. يعني الكول سلو حاسس انه خبص النكهة. الحقيقة تسويها تاني ولا لا؟ والله طعمه كويس، لكن ما حتعب نفسي اسويها. صراحة رأيي أنا كمان طعمه كويس بس ما حتسويها تاني. طعمه كويس بس ما حتسويها تاني. أنا عجبني والله بس يعني الهاكات اللي في الحلقة. لا صراحة أنا والله يا أمير أحس إني كذا غمس في التوم، غمس في هذا كذا كل واحد لحاله حنبسط أكثر. أيوه. تروحوا تطلبوا مشروب من ستاربكس بدون ثلج، بس هي طاح الثلج واحدة بالغلط، وتطلبوا كاسة كبيرة ثلج. حلو. حلو النظام؟ حلو النظام. أيوه. افتح الكاسة الكبيرة، وهذا ايس شيكينج، أي مشروب تطلبوه يقول لك يحطوا فيه كمية ثلج كبيرة بس السائل يكون قد كذا، والباقي ثلج. أنا قلت له أبغى بدون ثلج، قال لي حيجي ناقص، قلت له لا أبغاه فل، أنتوا خلوه يعبيه فل، لو قال لكم حيصير خفيف قول لهم أبغاه فل. اوكي بعدين تعبوا زي كذا. بس هو ما دفعك زياده على الكاسه ثلج؟ لا ما دفعك زياده. لا شكله اقسم بالله انه طعم هو جيد الصراحه. والله انه عجبني. شوفوا اول ما يبدا يخلص يعني. شوف احنا لسه ما خلصنا. لذيذ والله بس طعم الحليب شوي الصراحه زايد. طب قول له ابغى مثلا اكسترا شوت. اكسترا شوت. هي تيجي دبل شوت بس انه قول له ابغى تريبل شوت. بس حلو. لا لذيذ.
اصلا. يا واد ريفيل ببلاش بالله، هاك جيد ولا لا؟ لا لا حلو والله. كم تقول كم دفعت يعني؟ 29 بالله. كويس والله. بتاخذ بتاخذ كاسه وتلج مصاصات حللت امه يعني. بس هذه كومبوات الحلقه لهذا اليوم. آه طبعا كل ترى العلامات التجاريه فيها فود هاك، كل العلامات هي صح، وترى في كثير اشياء منتشره، احنا ما صورنا غير كم علامه اليوم. صح. اذا تبغوا اكثر دعمكم يا جماعه، لايكات دات وما عليكم. نبا رايكم في التعليقات، يعني ادونا ارائكم، هل هذه الحلقه عجبتكم او لا؟ أيوه. وايش الهاكس اللي ممكن نعملها؟ ادونا برضو اقتراحاتكم. صح. وترى على فكره اي احد يقدر يسوي هاك، ترى شيء بسيط يعني. مثلا انا بالنسبه لي عندي هاك في مطعم، خلاص ما بحرق لكم. إذا ممكن نسوي حلقة فيها هاكاتنا الخاصة. ايوه هاكاتنا الخاص، ما راح يورينا تفانينه ونجربها ونقيم بعض. حلو. بدون مضاربات يعني، في التأكيد في أحد يكون عكاك. شوف دحين ايش حيسوي، حيكلم اخوك. ان شاء الله رب تكون عجبتكم الحلقة، واذا عجبتكم لا تسووا لايك تشرفوا وتفعلوا زر التنبيه اذا ما انتم فاعلين. اسمعوا، في رحلة اسمها رحلة الأربعة مليون، من الان قاعد اقول لكم عليها عشان تستعدوا، يعني شيء زي كذا. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو المقبل. كان معاكم الحوت رحمن وليونكو امير. شوف شيفو معلش معلش، حتى مو عارف حد من قناة لفت انشيت. متاخر امير متاخر، هذه مو علوم لفت انشيت. ايش قصدك انه تشارك في الفصلة الاخيره؟ انا نسيت انه حنقول اصلا. طب ايش كنت حاسب نقول 40؟ لا نسيت، حسب قفلنا. تعال اخرج دعي يا صدحي يا ابن حما، بضربك قدام الناس امير. صلي على النبي، ما بضربك في التحليه. اول اللي جابه النفط.